بس ده ما كانش اتفقنا يا مليكة. بس أنا متأكدة إن هي مش هتقول حاجة، أنا واثقة فيها. صدقني يا دكتور محدش هيعرف حاجة خالص. أيوة يا جماعة، بس مفيش حد هيتضرر في الموضوع ده غير أنا بس. لو حد عرف حاجة هروح في 60 داهية. على ضمانتي محدش هيعرف. صدقها بقى، أنا بس هطلع أخد التليفون ده وأرجع لكم على طول. معلش. أوكي روح. طب يا دكتور لنفرض يعني لو طلعت آية، هنعمل إيه في حكاية الوش دي؟ والله يا فندم مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا فعلا مش عارف، بس إحنا ممكن نسأل جراحين. في حاجة كنت عايز أقول لحضرتك عليها. أنا مش عايزك تتعلقي بالأمل ده بشكل كبير، لأن في الحالة اللي أنت فيها دي مش كويس أبدا. بس أنا حاسة إن هي إيه؟ بنتي. لا أنا عند الدكتور سعيد في العيادة، بس أول ما أرجع البيت هكلمك على طول. باي. صباح الخير. صباح النور. مليكة مش كده؟ آه أنا دكتورة ماجدة، أنا اللي بشيل العيادة لما الدكتور سعيد بيكون مسافر معاكي أو مشغول معاكي برضه. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. أهلا بيكي. أخيرا جت الفرصة علشان أقابل أهم مريض عندنا في العيادة. ميرسي، ده بس من ذوقك. شكرا. لا أنا بتكلم بجد، الحالة اللي بينك وبين دكتور سعيد أنا عمري ما شفتها قبل كده. حالة إيه؟ حالة إيه؟ هو أنت مش واخدة بالك من اهتمامه إزاي بيكي؟ لا هو أنا بصراحة مش. شرفتونا. ميرسي يا دكتور. مليكة. شكرا. طيب نتكلم تاني عشان ميعاد الجلسة الجاية؟ أكيد. يلا باي باي. مع السلامة. يلا يا روحي. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. في ايه يا مكتب؟ خالص مفيش. انت في حاجه؟ مفيش حاجه يا مكتب. اوكي